السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم اربع طرق حصريه ورسميه في الواتساب لمشاهده الستوري او الحالات اصدقائك بشكل متخفيا وبدون ما يعلم الطرف الاخر بانك شاهدت الحاله او الستوري. اربع طرق رسميه في الواتساب بدون تطبيقات وبرامج وبدون مشاكل و بالشكل رسمي. فطبعا راح بشرح لكم طريقتين في هذا الفيديو، والطريقتين الاخرين راح بتحصلها في الرابط في الديسكريبشن في التدوينه او الموقع الخاص بي، الرابط في الديسكريبشن. اذا تريد تعرف الطريقتين الاخرين ادخل التدوينه واقرا الموضوع. طبعا في هذا الفيديو بشرح الطريقتين والتدوينه اربع طرق تقدر تكتشفهم، باقي الطريقه الثانيه والثالث والرابع. اوكي، الطريقه الاول والثاني نروح للشر. اذا عجبك هذا واكتشفت شيء جديد اضغط لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل زر الجرس. نروح للشر. اوكي نفتح الواتساب. اوكي، الطريقه الاول هي كالتالي، انك تضغط على هذا الثلاث نقاط سواء كان عندك اندرويد او ايفون. اضغط روح على هذا المسار، اعدادات ثم الحساب ثم الخصوصيه. هنا بتحصل مؤشر قراءه رسائل، الغي تفعيل هذا الخيار بهذا الشكل. اول ما تلغي تفعيل هذا الخيار خلاص تقدر تشاهد اي حاله متخفيه بدون ما يعرف الطرف الاخر. حتى نتاكد راح انشر حاله في هاتفي الرقم الثاني، راح انشر حاله. اوكي، راح انشر مثلا صوره، مثلا هذا الصوره، اضغط على ارسال. خلاص نشرت الحاله. اوكي، جالي الارسال، خلاص نشرت الحاله. اوكي، الحين راح اشوف الحاله. اوكي، ناس بتشوفون الحاله ظهرت، نفتح الحاله ونشوف الحاله. شوف، راح اشوف الحاله، هذا الستوري هذا. اوكي، شفتوا شاهدت الستوري. اوكي، اروح الحين اتاكد ان تم مشاهدتها او لا. في حد شاهد الستوري؟ شوفوا صفر، شوفوا لاحظوا مكتوب صفر مشاهده، ما في اي مشاهدات. اوكي، شوفوا شاهدت الستوري، انا اشوف انا بشاهدها مره ثانيه، شاهدت الستوري صح. اوكي، الحين راح اشوف الستوري حد شاهده ولا لا. شوفوا صفر مشاهده، يعني شفت الحاله بشكل متخفي. شوفوا هذا الطريقه الاول. اوكي، ناس بيشوفون الطريقه الاول. اوكي، بهذا الطريقه. اوكي، الطريقه الثانيه لمشاهده الستوري بشكل متخفي انك تشاهد الحاله في اخر الوقت. كيف يعني اخر الوقت؟ يعني مثلا صديقك نشر حاله. اوكي، راح انشر حاله، انشر اي حاله، اضغط ارسال. اوكي، الناس بتشوفون ظهر الحاله. اوكي، اروح اشوف، افتح اضغط على الحالات اشوف الحاله متى، اي ساعه مثلا، اي وقت تم نشر الحاله. اوكي، لما تشوف الحاله اخر الوقت، يعني كل حاله 24 ساعه ينتهي صلاحيته، راح يختفي. انت قبل ما ينتهي صلاحيه الحاله وشوف، شوف الحاله، لان صاحب الحاله ما بيشوف ما بيشوف مين شاهد حالاته، راح ينسى اكيد، راح يعني ما بيشاهد في اخر الساعات. وبس، هذا هو طريقتين. الطريقه الاول هو من الاعدادات تغير الاعدادات، والطريقه الثانيه انك تشاهد الحاله في اخر الوقت. وبس، هذا هو المقطع. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. الطريقه الثالثه والرابعه راح بتحصل الشرح في الديسكربشن. ناس ما تشوفون هنا مكتوب قبل دقيقه تم ارسال الحاله، بعد يعني انت شوف الحاله بعد 23 ساعه، يعني باقي ساعه ينتهي صلاحيه الحاله، وانت تشوف الحاله بهذا الطريقه راح تشوف الحالات بشكل متخفي وبدون ما يعلم الطرف الاخر بانك شاهدت الحاله. وبس، هذا هو المقطع. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. مع السلامه.